اهلا بكل حضراتكم من جديد. طبعا لسه كلامنا متواصل عن منتخب مصر وعن كأس الأمم الإفريقية، وخاصة بعد تحقيق تعادل جديد أمام غانا، بعد طبعا التعادل أمام موزمبيق. وكمان عايزين نتكلم شوية عن فوز النادي الأهلي بجائزة جلوب سوكر كأفضل نادي في الشرق الأوسط. ملفات كتير هنفتحها مع ضيفي العزيز اللي منورني ومشرفني في حلقتنا النهاردة، الأستاذ عبد المنعم فهمي الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات يا أستاذ عبد المنعم ومنورنا. ده نورك. اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله، والله كله بخير. مرضي باللي بتشوفه في كاس امم افريقيا ولا حالتك النفسيه والمزاجيه عامله ازاي؟ انا مرضي بالبطوله ككل، مرضي بالبطوله كبطوله فيها مفاجآت كتيره، وده الكلام اللي كان متوقع. اللي كان بيعتقد ان الفرق الكبيره او المنتخبات الكبيره هي ليها هيكون ليها الباع وليها اليد العليا في البطوله، واهم مع الاسف، او مش متابع القاره الافريقيه وتطور الكره في افريقيا. ومع الاسف الشديد احنا تبع المنتخبات اللي لم تظهر اي تطور عليها من خلال السنوات اللي فاتت. يعني احنا 7 بطولات، الكاميرون 5 بطولات، غانا 4 بطولات، نيجيريا، نيجيريا هي الوحيده اللي محافظه على 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 سمتها في البطوله دي تحديدا. لكن تلاحظ ان كل المنتخبات العريقه لم تظهر بالشكل المناسب. صحيح، المنتخبات اللي حصلت على البطوله اكثر من مره لم تظهر بالشكل المناسب. ليه؟ لان مع الاسف الشديد العيب فيك وبنسبه كبيره، والتطور الهائل اللي حاصل في المنتخبات الصغيره ده يعني تطور مذهل. انا قبل البطوله يمكن كنت مع حضرتك واتكلمنا في جزئيه بسيطه، قلنا ان الكبار هيعانوا مع الصغار في هذه البطوله، وليس هناك فريق الان صغير وفريق كبير، الكل على راس المساواه. احنا مندهشين ليه؟ مندهشين لان التطور مذهل، التطور يعني الراس الاخضر. هل في حد في الدنيا من سنتين او من سنه او من 6 شهور او من 7 شهور كان يتخيل ان الراس الاخضر هيكون ليها عامل كبير جدا في تاهل المنتخب المصري ام لا، وتحتل المجموعه الاولى؟ صحيح. مستحيل. صحيح. مستحيل. هل كان حد يتوقع ان احنا نتعادل مع موزمبيق في الماتش الاولاني؟ مستحيل. الناس كلها كانت بتقول ان موزمبيق الفسوخه بتاعه مصر، مصر لعبتها قبل كده 3 مرات، ومصر قلنا كده بتصعد وبتصعد للمنصات التتويج من خلال موزمبيق. موزمبيق تتعادل معاك وليها اليد العليا في كتير من الاوقات، وتخسر 3-0 بسهوله من الراس الاخضر. كانوا متضررين، يعني كانوا متضايقين مع نهايه الماتش، كانوا مش فرحانين قوي بالتعادل. وبالمناسبه شفت برضو بعد ماتش غانا لقاء صحفي مع حارس مرمى منتخب غانا، تمام، متعكنن جدا، متعكنن جدا ان هو اتعدى، وبيتكلم عن ان الموضوع كان مفروغ منه ان هو غانا. والله طب تخيل ان غانا دي اوحش نسخه من 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 نسخ غانا طوال تاريخها. يعني نسخ غانا بقى لهم 10 سنين مش هم غانا. خلي بال حضرتك، الراس الاخضر قبل البطوله قالوا ان احنا الفرقه اللي هنكسبها بسهوله غانا. وده معناه ايه؟ معناه ان الكاب فيردي او الراس الاخضر دارسين فرق المجموعه بتاعتنا طبعا. عارفين كل كبيره وكل صغيره. احنا مع الاسف ما عندناش الكلام ده، احنا مش دارسين. يعني خليني اقول لك على جزئيه كده، يعني فيتوريا دايما احنا كنقاد رياضيين او لازم نساند، يعني كاعلامي او كصحفي رياضي او للمنتخب الوطني طبعا. لكن في طبعا النهايه انت بتظهر قدامك علامات انت مضطر انك انت تتناساها او تتلاشاها من اجل الصالح العام. لكن لما تيجي تلاقي الامور ماشيه مستغرقه في الاخطاء، فانت لا، انا صبري نفذ وما اقدرش اتكلم كده، ما اقدرش اسكت. ليه؟ زي ايه؟ اولا فيتوريا، احنا لغايه دلوقتي مش شايف ليه اي كرامات. يعني ما فيش اي كرامه لفيتوريا تخليني اقول ان هو المدرب الواعد الذي يصلح لتدريب المنتخب المصري. مش لوحدك اللي شايف كده، ادي حاجه. الحاجه الثانيه، هو مدير فني ناجح لانديه. طيب إذا كان هو مدير فني ناجح للأندية، ليه أجيبه جرب فيا؟ ما هو التجارب اللي عندي سواء مصرية أو غير مصرية، كانوا بيدربوا أندية وجم مدربوا منتخبات فشلت التجارب معاهم، طب ليه أجرب أنا تاني؟ طب ما أختار المدير الفني الذي يمتلك السي في والقدرة على قيادة منتخبات، وعندي نماذج كتيرة جدا ناجحة في أفريقيا. هو مش على رأسهم هيرفي رينار مثلا، ده شوف عامل إزاي، راجل مدرب منتخبات وناجح. المدير الفني للمنتخب مش المفروض إن تبقى أموره اسهل نسبيا؟ المفروض وراجل قاعد بيشتغل، هو واخد خلاصه لعيبه الدوري بالظبط كده، ومش تعبان. مش عايز اقول لك مش تعبان في حاجه اكتر من ان هو ايه، راجل بيشتغل في السنه كلها حوالي 3-4 شهور. طب وانت عندك بطوله مجمعه معسكر ولا بطوله المجمعه دي، يبدو انك انت، انا حاسس ان فيتوريا انه مندهش
يمكن اول مره يلعب في بطوله مجمعه، حاسس ان الامور مش مظبوطه. انا حتى الامور الفنيه واختياراته اللاعبين من 55 واختار فلان واستبعد فلان واختار عبد الله السعيد ويسيب عبد الله السعيد واختار، مش يعني بيختار اسماء وفي الاخر بيختار عكسها تماما. طب انت خياراتك مثلا في اختياراتك هي المشكلة الفنيه، في الأسماء اللي بيختارها ولا في تمركزهم بص في الملعب طبقا لتوجيهاته؟ والله بص يا استاذ كريم، انا ازمتي مع المنتخب اجمالا وليس تفصيلا، بمعنى المنتخب ظاهر بشكل مش كويس، فده مأثر على كل عناصره، مأثر على الشكل، مأثر على اللعيبه مش ظاهره في مستواها. يعني انا اقول لك اللعيبه تحررت بعد خروج صلاح، ده كلام هنجيله بعد شويه، لكن في النهايه المنتخب ككل لم يظهر بالشكل المناسب خلال ال 180 دقيقه اللي اتلعبوا، وده لغز كبير جدا. انت صحيح بتلاعب منتخبات صحيح، مش قويه لدرجه انك انت خايف منها، ما لما تيجي تلاعب السنغال هتعمل ايه مثلا، هتلاعب المغرب هتعمل ايه، انا طبعا بجيب لك طبعا لما تيجي تلاعب الجزائر هتعمل طبعا ايه، لما تلاعب صحيح. يعني لما تيجي تلاعب اي حد من المنتخبات المصنفه والتقيله هتعمل ايه. لكن انت بتلاعب منتخبات مش مصنفه وتصنيف ثالث وتصنيف رابع، وانت مع الاسف الشديد مش عارف تظهر شخصيتك، انت مش عارف تظهر شخصيتك الكرويه، مش واضحه. انا مش شايف في شخصيه كرويه لمنتخب مصر. ليه؟ بس مش معنى ذلك ان انا شمتان، لا بالعكس، انا راجل وطني وبحب بلدي وبحب المنتخب، واتمنى ان البدايه تكون مباراه كاب فيردي. ليه ما يحصلش الانطلاقه والانتفاضه في كاب فيردي؟ يعني قلنا ما قصتك يا استاذ كريم في حاجه، انت ماتش موزمبيق عملت فيه كل الجرائم الكرويه زي ما بيقولوا، المفروض انت بقى في المباراه الثانيه يبقى عندك حلول لكل جرائمك الكرويه اللي انت ركبتها صحيح في الماتش الاولاني. ايوه فوجئنا بان الجرائم الكرويه بتتكرر مستمره في خلال الشوط الاولاني 90 دقيقه، اسف 45 دقيقه، لم اشاهد منتخب مصر بهذا السوء، مفيش هجمه واحده بتعملها، مفيش محاولات، مفيش جملة حتى على اللعيبه بعضها. نفسها تحس ان هي يعني ما اعرفش انتوا يعني انتوا مستنيين ايه، مستنيين حد يدخل من بره يدخل يجيب جون ويخرج، مفيش هجمه اتعملت، مفيش هجمه سليمه ولا في اتعملت غير شكل يا فندم، هجمه ولا في امام جملة عاشور، واحدة مفيش جمله توحد واحده بس. ربنا. صحيح هيقول لك ايام كيروش، لا في كيروش كان على الاقل في تكتيك وعلى الاقل في فنيات بيوصل من خلالها يعرف بياخد ايه من المباراه نفسها. وبينال وطريقة ونفس لعب. الحكايه بالظبط، ونفس صحيح الحكايه كان كوبر، ونفس الحكايه كان برادلي، ما فيش مدير فني اجنبي جه مصر ومصر ظهرت معاه من غير ملامح. طب احنا ايه الفرق بينه وبين ايهاب جلال لما كان موجود؟ ايه الفرق بينه وبين حسام البدر لما كان؟ ده بالعكس كان لينا شكل ولينا ستايل ولينا طرق لعب ولينا حاجات كده، انما ده مش واضح في خلال المباراتين الاوليين. لازم المباراه الثالثه دي بقى يا جماعه احنا متاسفين، اهو انا الاستاذ خالد الدرندلي بعد مباراه موزمبيق قال لك اللعيبه كانت بتعيط في اوضه اللبس وزعلانين، وتم عقد جلسه معاهم خلاص المباراه عدت. طب الزعل والعياط والقعده اصفرت عن ايه؟ شوط سيء جدا برضو، جدا. انا الشوط الثاني يقول لك صلاح لا بصوا اتكلم عن صلاح، تعالى نتكلم عن صلاح، بس قبل ما نتكلم عن صلاح خلينا ناخد المنتخب جزئيه، انا هقول لك حاجه بس حاجه على تفصيله عشان بس نبقى اتفضل. تبقى في يبقى ارضيه كده بالظبط مشتركه للكلام. تمام، احنا كده كده مش هنختلف على قيمه محمد صلاح أكيد ولا على اسهاماته مع المنتخب خالص ولا على الروح والى نهائي اخره، نهائي لكن ده ما منعش ناس كتير ان هي تشوف انه كان في شيء من التراخي والتخاذل بل والهروب من تحت ادعاء الاصابه. ده الكلام اتقال من يعني البعض، نتكلم عن صلاح الآن؟ واخد بالك؟ نتكلم عن صلاح الآن. بص يا أستاذ كريم، هو صلاح مش كان المفروض أنا أنسب له وأفضل له وأحسن له إنه يستمر مع ليفربول لو كان مش عايز يجي في مصر مثلا؟ ممكن كان ادعى الإصابة من هناك أي حاجة وما يجيش على ماتش ولا فكرة ماتشين. ادعاء الإصابة اتنفى بعد كده ان الجهاز الفني الجهاز الطبي أكد ان هو مصاب بالفعل، بس انا بقول لك على وقتها الناس ما استنتش طيب لما تشوف ايه اللي هيحصل. الناس اللي ما تعرفوش ان صلاح مصاب من الدقيقه 20، والكلام ده اتقال بعدين، بس الكلام ده احنا كنا عارفينه من البدايه خالص، من الدقيقه 20 عنده اصابه في الخلفيه الناحيه اليسرى، اصابه تطورت انه كمل المباراه لمده 25 دقيقه تاني، واصابه تطورت لغايه ما وصل لما وقع في الارض. ادي حاجه. الحاجه الثانيه، صلاح في غنى انه يدعي الاصابه، ليه؟ لانه في النهايه هو لو مش عايز يجي كان باي طريقه ممكن ما يجيش، تمام؟ لكن في النهايه هو راجل عارف ومقدر قيمة ان هو يجي يلعب مع منتخب مصر ويكسب بطولة مع منتخب ده مصر. يعني نفسه تخيل جدا حضرتك وصرح بده كتير. 2017 لعب النهائي وما كسبهوش، طبعا كان موجود 2019 خرجوا من دور الثمانية على ما اعتقد، على ما اتذكر، قدام جنوب افريقيا وشكرا مع السلامة. المباراة البطولة اللي فاتت خرجوا من المباراة النهائية، يعني ايوه لعب ثلاث كؤوس افريقية ولم يستطع انه يفوز بواحدة منهم او يعمل اي بصمة لمنتخب مصر، تمام؟ بخلاف الوصول للنهائي في مرتين. طب صلاح مش مهتم انه ياخد البطوله الافريقيه؟ مهتم. ليه؟ لانها هتاثر عليه في
التصنيفات الدوليه والجوائز الدوليه، فبالتالي بالنسبه له حاجه مهمه واساسيه وضروريه. طب صلاح محتاج يدعي اصابه مع منتخب هو الناس كلها شايفه ان هو راس الحرب الاساسي، مش راس الحرب المهاجم يعني، ركن الخيمه زي ما بيقولوا اللي قائم عليه منتخب مصر هو صلاح. بس صلاح انا شايف ان هو عايز يعمل كل حاجه مع المنتخب، لكن ما اعرفش ايه اللي مخليه مش عامل ده. انت بتشوفه مع ليفربول بشكل وبشوفه مع المنتخب بشكل تاني. ليه؟ ما هو دي انا حاجات كتيره، المستوى غير المستوى، اللعيبه اللي معاه غير اللعيبه اللي هناك، اللي هناك فاهمينه من نظره من طبعا. لمسه، هنا طبعا. الدنيا مختلفه تماما. هو صحيح. هنا بيحاول، وما ينفعش يقول لك يا جماعه الليفل اللي معايا مش غير الليفل اللي هناك والكلام ده. يعني خلي بالك ساديو ماني، ايه اللي مخلي ساديو ماني حاجه جامده جدا وحاجه، لانه مش هو لوحده، ده معاه 23 ساديو ماني، صحيح، فمتالق مع منتخب بلاده. طبعا. كل اللعيبه اللي بتيجي من بره بتقدم المستويات اللي هي على مستواها بره، يعني لعيب بيقدم بره مستوى كويس بيجي مع منتخب بلاده بيقدم بشكل كويس، لان المنظومه كلها، بس في استثناءات يعني محمد قدوس مثلا في غانا، غانا كلها ما بتلعبش، بس محمد قدوس اظهر نفسه بشكل كويس لانه مصاب بقى احنا برضه عندنا في عوامل، سكواد محترم يا استاذ، يعني انا ما قلتش حاجه، الخلل فين؟ انا ما قلتش حاجه. طب عايز سؤال اسال نفس السؤال وانا اللي هجاوب، اتفضل. هل كل المحترفين اللي جايين من بره مصريين بيقدموا المستويات المطلوبه اللي بيقدموها بره؟ الوحيد اللي بيقدم مستويات رائعه الان مع المنتخب هو مصطفى محمد، ثابت مستواه واللي ثلاث اسهامات تهديفيه، ومرموش برضو يتقال عليه نفس الكلام، مرموش اخر ربع ساعه في الماتش الاخير تمام، تريزيجيه الماتش اللي فات والماتش اللي قبله لا، يعني مفيش مستوى ثابت. طب ليه الناس حجازي لم يظهر بمستواه المطلوب؟ وانا بس برضه عشان الاصابه والفتره ما هو اللي كمان لو فيتوريا برضه يسال، يعني راجل مصاب، ادي حاجه مصاب في دماغه، وانت بتقول انا بحب الناس الاطوال عشان تساعدني في مع الافارقه. طب انت راجل مصاب وعندك محمد عبد المنعم جنبه، لازم يكون في اختلاف ما بين الاثنين. انا شايف ان محمد عبد المنعم يتشابه في ادائه مع حجازي، فلازم يكون في ستايل تاني معاه، لازم يكون شكل تاني معاه، لازم يكون طريقه تانيه مختلفه في اللعب معاه، وليكن ياسر ابراهيم. ليه ما يكونش ياسر ابراهيم موجود؟ لان الاثنين هيكملوا بعض، لكن انا شايف ان طريقه اداء حجازي مع محمد عبد المنعم طريقه متشابهه، والاثنين بيتضربوا في لعبه واحده زي ما حصل في ماتش موزمبيق. ودي ازمه كبيره برضو فنيه، لازم فيتوريا يخلي باله منها. ناحيه الشمال ناحيه محمد حمدي، ناحيه محمد حمدي ديت مستباحه هجوميا، لكن هو بيقدم بشكل هجومي بشكل كويس، لكن دفاعيا انت المنافسين بيستبيحوها هجوميا من ناحيتك. استباحوا الجنبين للامانه تمام، بنشوف جبهه حتى محمد هاني بتخترق بمنتهى الاريحيه، وعمر كمال في في المباراه الثانيه. المنتخب مش صلاح بس اللي ما ظهرش مستواه، المنتخب كله ما ظهرش مستواه، فيتوريا نفسه ما ظهرش مستواه، يعني مستواه المعروف عنه. ما يكونش ده هو مستواه واحنا مش واخدين بالنا وكنا متعشمين فيما هو ابعد. احنا الاختبارات اللي جات لنا من ناحيته، بلجيكا فزنا 1-0 بلجيكا، ساعتها لما كسبنا بلجيكا بلجيكا خرجت من الدور الاولاني في كاس العالم. طب الجزائر اديك شايف ما كسبتش في كاس الامم افريقيا 7 مباريات حتى الان، يعني مستوى الجزائر برده مش المستوى المناسب. طب فده ياكد لك حاجه، ياكد لك ان فيتوريا لسه، بس هيوصل للتوليفه امتى؟ هيوصل امتى المستوى يظهر الفني مع منتخب مصر؟ امتى يظهر؟ يعني انا هستنى لغايه امتى؟ يعني عندي ماتش فيصلي بكره ومهم جدا ومصيري فيه، ويقرر مصير طبعا. جيل كبير، جيل من منتخب مصر، جيل مهم. انت طبعا. بتروح لما تخرج بالدور الاولاني فضيحه، فضيحه كبيره. اكيد منتخب مصر أكيد. اللي فاز 7 مرات قبل كده ووصل النهائي كذا مره، طبعا. وصل طبعا. المركز الثالث، خد مركز ثالث، ففضيحة كبيرة ان منتخب مصر يخرج من الدور الاولاني في مجموعة فيها كاف فيردي مع احترام الكامل ليها، وفيها موزمبيق وفيها غانا، غانا اوحش نسخ ليها. عندك حق. فمشكلة كبيرة بالنسبة لمنتخب مصر لو بكرة لا قدر الله، لكن فرص متاحة كتير. خلي بالك احنا مصر بكرة لو خسرت بفارق هدف وتعادل غانا مع موزمبيق 0-0 احنا هنصعد، بس سيناريو دخلنا نفسنا بقى في حسبة بيرما وكنا في غنى عنها يا باشا. احنا لازم نعمل حسبة بيرما ديت، هو احنا اللي ما عملناش السسبنس ده مش هنعرف، مش هنعيش. انا ما كنتش افضل نقعد في السسبنس ده، كنت افضل ان احنا نبقى متسيدين المجموعة ونشوف منتخبنا على ما ينبغي ان نراه عليه. منتخب مصر ليس له قاعدة لا في التصفيات الافريقية ولا التصفيات الافريقية في كأس العالم، بس في حد ادنى للجودة ما اتحققش المرة دي خالص. يعني المرة اللي فاتت احنا خسرنا من نيجيريا وكسبنا غينيا على ما اعتقد، وكسبنا السودان وصعدنا وعملنا بمنتدى الحلو على الاقل قطعنا شوط حلو. انت المرة دي بقى انت على المحك،
يا فيتوريا انت ورينا هنعمل ايه، اهو صلاح اللي انتوا بتقولوا عليه ان هو ما هو مش هيشارك اهو. مش هيشارك، طب فاعمل بقى بكره مباراه، بكره هتكون تجربه بدون صلاح، ورونا بقى صلاح اللي مش صلاح اللي ضغطكم نفسيا، اهو صلاح قاعد بره. بس على فكره برضو من ضمن مساوئ عدم مشاركه صلاح بغض النظر عن اللغط اللي اثير حوله، صلاح حتى لو مش في كامل لياقته، لو مش بيلعب وهو مصحصح قوي ولا في كامل فوقانه، بس هو كده كده حتى لو صلاح قاعد مربع وبيشرب كوبايه شاي معاه 3 4 من الفريق معاه تلاتة المنافس أربعة وفي حاجة واخدهم يعني، فاهم؟ بيعمل لك كورة، هو خلي بالك مين اللي بيدوا الكورة الأخيرة أسيستات كلها المنتخب، صلاح أكبر مساهمة تهديفية مع منتخب مصر في السنوات العشر الأخيرة هو محمد صلاح، 86 مساهمة تهديفية، عارف يعني إيه طبعا معناها؟ طبعا. وهداف منتخب مصر وهدفها في أربع نسخ، بيجيب أهداف في أربع نسخ الأخيرة، طبعا يعني قيمة وقامة. طبعا إذا كان غير موفق في بطولة فليس معناه التجريح في محمد صلاح. أكيد، ولا في دخول ناس، في النوايا بص كمان. بص، ما في، أنا ضد التجريح في أي لاعب، أنتقده ماشي، إنما أجرح فيه وأجيب شخصيته وأتكلم عنه وأتكلم عن أسرته وأتكلم عن إيه وأتكلم عن إيه، ليس مقبولا أن نتحدث بهذه الطريقة عن أي لاعب، مش نجم، أي ما لاعب. هو هنا بقى يا استاذ عبد المنعم في وجهتين نظر متضاربين الحقيقه. وجهه نظر بتقول لك ما معناه بطلوا بقى تأليه اللاعبين، وجهه النظر الثانيه بتقول لك ما معناه ما تنساش اللي اللاعب ده عمله معاك، فما ينفعش ان انت زي ما حضرتك بتقول عليه تجرح فيه ولا حتى تدخل جوه طب هو نيته فين التأليه اللي حصل لصلاح؟ فين التأليه اللي، مش قصدي حضرتك التأليه لصلاح، فين التأليه اللي حصل لصلاح؟ صلاح لاعب عصامي، يعني صلاح صناعة عصامية وليست صناعة محلية، ما فيش نادي مليون في استند المية إليه، طبعا ما فيش نادي طلعه، طبعا ما فيش منتخب هو اللي رفع صلاح، صلاح هو الذي صنع نفسه بنفسه مظبوط ومن خلال ده عمل اسم كبير في العالم. صح. لكن لو جينا بقى لحته ان صلاح، في صلاح، صلاح لغايه دلوقتي بتحارب من نجوم كبيره جدا والسوشيال ميديا، ناس تدفع فلوس عشان خاطر تجرح في صلاح، لانه مش يعني ما بيسعدهاش انها تشوف لعيب بس خلاص الموضوع خلاص، يعني المفروض الناس الكبيره دي اللي بتجرح في صلاح تهدى بقى، لان خلاص صلاح صنع التاريخ، خلاص صلاح كل العالم بيقول ان هو افضل لاعب ظهر في تاريخ الكره المصريه، خلاص شئت ام ابيت هو افضل لاعب ظهر في تاريخ الكره المصريه بارقامه بانجازاته طبعا بالمحافل الاوروبيه اللي شرفنا فيها، اسم مصر بيذكر في كل حدث، صلاح طبعا صلاح صلاح، طبعا تخش على المواقع الاجنبيه طبعا المرشحين لافضل لاعب صلاح، افضل هداف الدوري الانجليزي صلاح، افضل جناح كل ايمن حاجه طبعا صلاح، كل طبعا حاجه طبعا صلاح، فبالتالي القيمه دي هو حاسس بده. خلي بالك السبب أزمة صلاح، خلينا بقى نقول بصراحة شوية، سبب أزمة صلاح مع منتخب مصر أنه يشعر بأنه بلا قيمة في منتخب مصر، يشعر بأن بمعنى ايه؟ جمهور مصر نفسه أو الشطر الأعظم جمهور مصر بيتعامل مع صلاح بشكل مش كويس. صلاح بيشوف السوشيال ميديا وعارف السوشيال ميديا، لكن بيشوف كمية تجريح غير طبيعية، هو ما عملش حاجة الراجل، هو عمل إيه؟ هو بيحاول وبيسعى لكن مش في مستواه، مش موفق، مش ظاهر زي ما بيظهر في ليفربول. هو يلام على جزء زي كده، لكن في النهايه هو جزء خارج عن ارادته، هو يلام بس جزء خارج عن ارادته، هو عايز يظهر بشكل كويس بس مش عارف يأدي. اخر نسخه لمحمد صلاح الدوليه المحترمه والجميله كانت في الجابون 2017، اسهم اسهام غير طبيعي، لكن من بعدها انا ما شفتش صلاح بيقدم بشكل اللي احنا بنشوفه مع ده ليفربول. وصلت بالبعض يعني في الفترة الأخيرة انه بيطالبوا صلاح بالاعتزال اللعب الدولي مع المنتخب، تخيل. هو خلي بال حضرتك، هو طلب، اللي انا عرفته ان هو طلب النهارده انه يظهر في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراه كابفيردي، هيتكلم كتير النهارده، هيظهر النهارده كلام كتير هيتكلمه محمد صلاح، لانه اللغط كتر حواليه وهو اصلا مستعمل اللغط عليه، لانه في النهايه هو من جواه نفسه يعمل حاجه أكيد لمنتخب طبعا، بلده، لكن الامور مش حتى من مساعداه. باب المجد الشخصي لنفسه طيب انا يعني. عايزك ترجع يا كابتن كريم للماتشات اللي فاتت دي كلها بتاعت منتخب مصر، اسهامات صلاح رقم واحد، اهداف صلاح كتيرة جدا، وجوده في الملعب زي ما حضرتك قلت بيوقف ثلاثة أربع لعيبة معاه، وفي ثقل كبير جدا لمنتخب مصر وجود صلاح. هو مش موفق على المستوى الشخصي، هو مش ليفربول فعلا، هو مش بتاع ليفربول، لكن في النهاية بيحاول ويسعى، بيحاول ويسعى. أنا بلاش بدافع عن محمد صلاح، أنا بدافع عن وبتقر قيمة واقع انت كبيرة، شايفه قيمة كبيرة موجودة عندنا، إحنا المفروض ندعمها فنيا، ندعمها نفسيا، ندعمها نفسيا. هو مش حاسس بالدعم ده، يعني أنا عارف محمد صلاح، وخلي بالك صلاح من اللعيبة الرجالة، لو بيتعامل مع السوشيال ميديا بهذا المنطق هيقول لك انا هعتزل، لان خلاص الناس مش قابلاه، السوشيال ميديا كلها بتهاجمه ليه؟
معظمها، مش عايز اقول كلها، معظم السوشيال ميديا تهاجم محمد صلاح، لان محمد صلاح لا يقدم مع منتخب مصر المستوى المطلوب، وبيلعب لنفسه، بيلعب لليفربول وخايف على رجله، ودقيقته بقد ايه، ودقيقته مش عارف ايه. طب ما تدعمه، ادعموه. شفتوا رياض محرز؟ ما هو مش في مستواه. طب في الحته دي معلش انا عايز اقف مع حضرتك عند اتفضل. التفصيله دي، تعالى نعمل مقارنه، انجازه المقارنه يعني. انت عندك حد زي ميسي لما بيكون مثلا مش موفق مع منتخب الارجنتين بيتقطع ايوه، ما بيتقطع من الجمهور المنتخب تمام، الارجنتيني. بس بيتقطع ليه؟ لانه في ثقافه هناك، ثقافه ان هم عارفين ان هو مش في مستوى، بس هيظهر مره في مستوى، مره تانية. انما الناس ما بقتش واثقه في صلاح انه يقدم المستوى المطلوب منه. صلاح بقاله 3 نسخ مش صلاح، صلاح ما بيصنعش الفارق مع منتخب مصر. هو لغز ده حله عند صلاح نفسه، لانه صلاح يمتلك الامكانيات ويمتلك السي في الرائع، ولديه الامكانيات الفنيه اللي تخليه يقود اي، بيقود ليفربول العالميه، بيقود اي حد. لكن في النهايه صلاح مستواه هو لغز، هو عايز، هو بيدور على حل اللغز ده مش عارف. لكن في النهايه واحنا كمان قيمه كبيره جدا لازم نحافظ عليها. واكيد في يوم من الايام محمد صلاح اللي ما قدرش يعمله في السنوات اللي فاتت ممكن يعمله في لحظه، ممكن يصعدك كاس عالم، ممكن يجيب بطوله من 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 رحم المعاناه. ما هو طبعا. ميسي مش فضل زي ما حضرتك بتقول بيتقطع طبعا. سنوات طويله لغايه ما وصل للمجد، وصل ايه؟ كاس كاس العالم عالم. طبعا. طيب ده ايه؟ بمؤازره ومسانده ووقوف الالجاب. ونفس التوقيت لازم اللاعب يكون عنده يعني نفسيا مؤهل لده، لان خلي بال حضرتك صلاح لازم يكون مؤهل لده، يعني الكلام ده ما يزعلهوش الا بس التجريح اللي زعله، لكن لو انتقاد فني الناس عندها حق هو على صلاح، الناس صعيد مش الانتقاد الفني الحقيقه ان ده يعني طبيعي. لا بعيدا عن ده، دي حاجه طبيعيه. الجمهور الحقيقه مش ملاحق، مش عارف ينتقد مين ولا مين، لان الناس كتير شايفه ان الا من رحم ربي من طبعا اللاعبين طبعا الكل في بعيد جدا عن بعيد عن مستواه. مستواهم، واحنا بعيد عن يعني، والجمهور بعيد عن مستواه. يعني خلي بالك البطوله كلها انت شايفها من منظور مختلف، البطولة مختلفة، في قوة جديدة ظاهرة، العرب ما قدموش المنتظر نفسهم منه بشكل طبعا. مناسب ما عدا المغرب. فأنت حاسس الجمهور حاسس بالصدمة من مستوى منتخب بلادك واللي بيحصل في المنتخبات العربية ثانية، واللي بيحصل في المنتخبات الإفريقية العريقة مرة ثالثة. فأنت هتروح فين من ده؟ فإحنا بدأنا جلد الذات مبكرا، أنت ما تعرفش إيه اللي هيحصل. فمنتخب مصر لما بيصعد للدور الثاني بيبقى شكل تاني. نتمنى بس ان نعدي بكره. ما بكره عنق الزجاجه ده، وبعدين بكره انت كمان عندك يعني كيب فيردي، واكيد حضرتك تابعت ماتشاتهم كيف اللي فيردي فاتت، دول ده لا عشان ما شويه انساش، مدفعجيه هو لسه كنت هقولها لك، مدفعجيه ناس بتشوط بيشمعوا في المقصات بلا رحمه. ايه ده؟ واحد بيشوط من مؤسسه تيجي جون في اكتوبر، صحيح غريب جدا يعني، ما اعرفش. صحيح. طب احنا هنعمل ايه بكره يا لا استاذ؟ هو انا بقول ربنا يستر بقى على الشناوي والمدافعين بتوعه، ولازم بقى بص شوف انت حضرتك بتقول ايه، احنا هنعمل ايه؟ انت بتسالني، انا ما اقدرش اعمل حاجه، انا اقدر بس ان انا من خلال ان انا برنامج حضرتك اقول يا فيتوريا خلي بالك ده عندهم مدفعجيه. طب هل هو ما يعرفش انه عندهم مدفعجيه؟ أكيد خد فكرة. المشكله كلها بقى ان بكره لا قدر الله نلاقي المدفعجيه دول شغالين زي ما طبعًا هم. طب طبعًا. لازم انا لما انا عندي يكون عندي مدفعجيه في المنافسين، اعمل ايه انا؟ قوه الردع بتاعتي تكون ايه؟ جاهزه. طبعًا. سلاح الردع يكون ايه؟ الضغط من نص الملعب، واللي مسك الكوره ما سيبوش يشوط، صحيح، وما ما عملش ادوش أي فاولات قدام مساحة منطقه خالص الجزاء، إلى ولا آخره. ده مش من نص الملعب، ما عملش حتى طبعًا. فاول في صحيح. نص الملعب. صحيح. فلازم يكون انا قوه الردع موجوده. طبعًا. اهم حاجه بقى المدير الفني يبقى مصحصح وجاهز، ما بيسيبش الحاجات للصدف، احنا بنسيب الحاجات للصدف، يكون عامل حساب لكل تفصيله. ده المدير الفني الواعي اللي يبقى عنده حساب لكل تفصيله، عامل سيناريوهات قدامه 1 2 3 4. طب صلاح مثلا لا قدر الله اصيب في المباراه اللي فاتت، يبقى عنده سيناريو يلعب مثلا مين؟ طب ما الناس كلها بتقول اللي بيلعب زيزو مكان صلاح، وصلاح اللي هو صلاح اللي مقعد زيزو. لما تيجي تلاعب هو زيزو جات لك فرصه، جات لك فرصه طبعا نلعب، ما طبعا. لعبت زيزو، لعبت مصطفى فتحي. فلازم يكون عندك سيناريوهات. المدير الفني بيفرق عن مدير فني تاني يكون عنده سيناريوهات كتيره لاحداث ممكن تحصل، تكون ايه؟ تكون في حساباته. يعني يبقى عندي في كل مركز واحد وبديل ليه؟ وبديل ليه. طبعا. طب لو السيناريو ده حصل يبقى عندي سيناريو بديل. طب هم لو لازم يكون المدير الفني طب اللي واعي. حضرتك بقى بتتكلم عليه وده كلام منطقي جدا، ما تهيألناش كلنا ان هو كان حاصل في الماتشين اللي فاتوا. حلو عشان الكلام. ده احنا كجمهور ماشي، ما هو احنا بقى كجمهور نعمل ايه؟ كنقاد هل ماشي. نتقل ونفضل قاعدين لا ما احنا مستنيين بنقول اهو، النتيجه ونتحاسب في الاخر، ولا في مساحه ان حد ما، شخص ما، جهه ما، كيان ما، تاخد فيتوريا على جنب كده بتانجشه يا فيتوريا اللي حصل الفتره اللي فاتت كيت وكيت وكيت وكيت، اظبط يعني هو مش في مساحه لكده؟ هو محتاج
حد يقول له الكلام ده، ده هو محتاج يظبط عشان نفسه، ما احنا قلنا ان هو مش محتاج، ومع ذلك شفنا نفس التجربه تاني في ماتش غانا نفس النتيجه. ما هو احنا برضو انا خايف بكره نشوف نفس الحكايه تاني مع كاب فيردي. طب وبعدين خلينا بقى ايه، نتمنى ان هو يكون استوعب الدرس، نتمنى يكون حد يكلمه، نتمنى ان حد يقول له افريقيا شيء مختلف عن اسيا اللي انت كنت فيها، مختلف عن البرتغال، الفرق مش صغيره زي ما انت متخيل، فرق يعني ما تسمعش لحد يقول لك احنا كسبنا موزمبيق قبل كده وصعدنا. المفروض المدير الفني اجنبي، يعني المدير الفني عنده رؤيه، وفي نفس التوقيت عنده ما عندوش حته ان هو ايه يتاثر بالاوراق بالورقه، ما تاثرش اسف بالارقام المكتوبه قدام، لا يتعامل واقعيا، يشوف المنافس، يشوف حل المنافس، وعندك طاقم تحليل معاك ومحللين اداء قد كده، انت راجل المفروض يكون فاهم وعارف ودرست قبل ما تروح المنتخبات اللي انت هتلعب معاها. طبعا. يعني كاف فيردي درس ثلاث فرق. صحيح. والله في طبعا. مساعد المدير الفني كان في مداخله في احد البرامج فقال انا هكسب غانا، قال كده هكسب غانا لان غانا اضعف فرقه في المجموعه، قال كده يا استاذ كريم وكسبهم بالفعل. ده معناه ان ده راجل ده رايح البطوله، مش رايح يلا يا جماعه طبعا. عندنا بطوله طبعا. لا رايح عندنا بطوله ومعايا الورق مستف ورقي، وعارف ان منتخب مصر فيها واحد فيها اثنين فيها ثلاثه، منتخب مصر بيلعب 4-3-3 وبتتحول لفلان، وعندهم احسن لاعب كذا عندهم، وفي نفس التوقيت بيطبق ده مع لعيبته في التدريبات، وفي نفس التوقيت في مدير فني بيتكلم مع لعيبته، في مدير فني يعني هالامور مش فنيه بس، في امور نفسيه وامور فنيه وامور تكتيكيه وامور، كل شويه المدير الفني يتكلم مع لعيبته ويحسسهم بقيمه. ليه حسن شحاته كسب الماتش ثلاث مرات ليه ورا بعض ليه؟ بيركز على النواحي الفنيه، ده شيء ثابت والتدريبات شيء ثابته، لكن في حس وطني وحماسه وطنيه طبعا. واغاني وطنيه، وكان بيقول انا بشغلهم اغاني وطنيه في اوضه اللبس، ففي دافع موجود عنده، لانه في النهايه رجل وطني وعايز منتخب بلاده يكسب البطوله، وبالتالي بيشتغل على ده. لكن المدير الفني الاجنبي، في مديرين فنيين اجنبيين اجانب على مستوى رائع من المسؤوليه، لكن في النهايه فيتوريا لم يحقق ما تصبو له جماهير الكره المصريه حتى الان. سيبك من فاز في كم مباراه، وسيبك انه خسر مباراتين وتعادل في سته والكلام اللي مش تمام ده، لان في النهايه احنا دلوقتي في بطوله مهمه جدا، احنا جايبينه عشان حاجتين، كاس عالم والبطوله دي، جايبينه ليه؟ بالظبط كده. عشان يلعب ماتشات وديه؟ لا مش عشان ماتشات وديه. طب اذا كان فشل، لا قدر الله، حتى الان البوادر كلها تقول فشل في ماتشين في مباريات رسميه، طب هنعمل في مباراه زي كاس الامم، طب هتعمل، طب احنا محتاجينك ليه؟ احنا جايبينك ليه؟ احنا جايبينك عشان تصلح من حال الكره المصريه، لكن في النهايه الكره المصريه محتاجه حاجات كتيره جدا تتحل وتتعالج من الاساس، عشان خاطر نبقى زينا زي الفرق، مش نقول احنا سابقينه وخلاص، لا احنا نتعلم من تجارب حتى لو كانت تجارب الصغار. ناميبيا اللي كانت اول مره تحقق فوز من في البطوله نفسها على حساب تونس طبعا، ده درس لكل منتخب عايز ما يرجعش لتاريخه، ما يرجعش يقول لك انا عملت وعملت وعملت، لا فيش الكلام ده. انت ايه دلوقتي؟ انت بتتعامل ازاي؟ محترفينك فين؟ كل منتخب فيه ما يقلش عن 60 70 80 لاعب محترف، وبيختار من بينهم علشان يعمل منتخب كله محترفين وكلهم على قدم المستوى، على قدم المساواه من المستوى الجيد، ما كانش ده يبقى ده. انما احنا هنا بعد اختار تريزيجيه مع كل الاحترام ليهم، لعيبه هايله، لكن في النهايه أنا ليا مستوى اللي ظاهر قدامي، أنا لعيبة منتخب مصر حتى الآن لم يقدموا أي مستوى أشعر من خلاله إن إحنا هنذهب بعيدا في هذه البطولة، في الوحيد اللي بيقدم مصطفى محمد. في ناس يا أستاذ عبد المنعم شافت إن جزء من أو سبب من أسباب المشكلة والحالة المتردية اللي إحنا شايفين عليها منتخبنا مش في التشكيل، مش في الأسماء، ولكن في التمركز، إن في لاعب ممكن يبقى طول عمره مميز في مركز بعينه، وإن فيتوريا حطه في مركز تاني، فبطبيعة الحال هيفقد جزء كبير من فاعليته ومن قوته الضاربة. هل هذا يعقل ان في بطوله مهمه زي دي ان انا هعمل تغيير في المراكز في هذه البطوله؟ مع الاسف الشديد ده، طب ما ده حصل، ما هو ده حصل، لكن في النهايه ده غلط، وده اللي عامل البلبله في الاداء في منتخب مصر. يعني محمد صلاح ما ينفعش، انا كل عظمه صلاح استمدها من لعبه كجناح ايمن، لكن ما ينفعش اجي العب احسن جناح ايمن في العالم، في العالم كله طبعا. وسبحان الله والناس كلها مندهشه ان مثل هذا الجناح بكل هذه الاهداف، يعني ازاي جناح يحرز كل هذه الاهداف؟ لدي
ده اللي صنعت محمد صلاح، ازاي انا اسلوبه اهم مميزاته واخليه صانع العاب في نص الملعب عشان تلعب مين؟ ما هو انت ما لعبتش حد برضه في النهايه، صحيح. انت لاعب، انت في النهايه مش محرر صلاح، انت صلاح مدي انت مكتفه، لانه في النهايه ده مش مكانه اللي هيبدع فيه. صحيح مليون طب في كنت المية. تديله في مكانه اللي يبدع فيه، لانه ده هيدي لك بشكل مختلف والناس كلها هو صلاح ما بيهموش، لكن في النهايه انت تتحمل مسؤوليه هذا الكلام، يعني فيتوريا يتحمل مسؤوليه ان هو التلاعب في تشكيل منتخب مصر، التلاعب في مراكز اللعيبه، وده الوضح خلال المباراتين الماضيتين، لكن في النهايه هو عنده فرصه لاصلاح الاوضاع، وديك عندك اريحيه كبيره جدا، ما عندكش قيمه زي صلاح، مش هتلعب معاك، مش هتكون موجوده معاك، لكن في النهايه عندك كل الخيارات متاحه، ورينا هتعمل ايه، ورينا اللعيبه اللي بيتقال، انا طبعا انا بقول اللي بيتقال لانه ايوه اللعيبه مش هتقول، بيتقال ان هو صلاح ضغطكم، لا ورونا هتعملوا ايه، صلاح هو اللي ما لازم اللي تبصي له متبني ولازم الفكر ده ممكن يكون ليه كلام يرد بيه على كلام حضرتك، يعني اللي متبني الفكر ده هيقول لك ايه؟ هيقول لك طب ما بعد محمد صلاح ما طلع اللعيبه فاقت. لا، وليه ما يكونش اللعيبه، والعكس صحيح، في لا ناس بيقول لك اول ما طلع دخل فينا جول، يعني لا ما ده لا بيقول لا وده بيقول. هو مش مسؤول عن الجون، يعني ما دخل هدفين في موزمبيق كان هو مسؤول عنهم، لا ايوه انا بكلمك على جزئيه ان هو لماذا ليه ما نبصلاش من الجانب الايجابي اللي بشكل تاني، ان لاعيبه المنتخب شعرت بانها مسؤوله عن انها سمعه منتخب مصر على المحك، لان خسرت خلاص انت خارج ويقال في البطوله، هذا الإطار ان بين الشوطين تريزيجيه والشناوي كان ليهم قول مع اللعيبه في اوضه اللبس. ده المطلوب، لكن في النهايه خليني اقول لك ايه، اللعيبه لماذا لا نقول ان اللعيبه شعرت بمسؤوليه عدم وجود صلاح، فقالوا مش صلاح لوحده اللي هو بيقدم مع المنتخب طبعا بالشكل المناسب، لا طبعا احنا هنعمل وهتكون رجاله وهنهدي مثلا التعادل الفوز على الاقل لمحمد صلاح اللي خرج، خلي بالك محمد صلاح ما فيش لعيب يختلف عليه، ما فيش لعيب في منتخب مصر بيختلف عليه قيمه وقامه، انت بتشوفه انت بتتفرج عليه في الدوري الانجليزي بتتمنى احنا كمصريين بنتمنى نشوفه ونتصور معاه طبعا ونتكلم معاه، لانه في النهايه محمد صلاح صنع قبل ان يصنع لنفسه مجد كبير، صنع للكره المصريه مجد كبير، بغض مليون في النظر بقى المية عن هو مليون لم في المية يفز ببطوله مع منتخب بلاده، لكن في النهايه ليه اسهاماته الكثيره، صحيح. المنتخب ليس محمد صلاح لوحده يلام، ليس محمد صلاح الذي يلام، لكن هو ليه جزء كبير من اللوم في عدم حصول مصر على بطولات، لان عندك انت اكيد منظومه محتاجه تتسيل، عندك لاعبين اخرين محترفين محتاجين يتسيلوا، لعيبه تانيين محليين على اروع مستوى المفروض صحيح يكونوا صحيح في افضل مستوى، صحيح صلاح موجود في منظومه مع الاسف الشديد لا تساعده الان على انه يظهر بالشكل المناسب اللي يظهر فيه في ليفربول، نتمنى ان بكره ان شاء الله ما تكونش بدايه النهايه، تكون ده ان شاء الله بدايه لا ان شاء الله الاصحاح، لا يكون التصحيح بدايه يعني والاصلاح لاصلاح ان شاء الله وتصحيح، وان شاء الله يا ابو سهل نعمل زي ما الحال. عملنا ايام كيروش، فين ايام كيروش سبحان الله، وكيروش كان الناس بتحارب كيروش هو موجود، احنا الكل بيتحارب يا استاذ، ملناش اللي قاعده بيعدي والله، قدامنا والله بيتحارب. ما لنا قاعده في النقد ولا طبعا التحليل مع الاسف الشديد، صحيح. انا بشكر حضرتك على وجودك معانا النهارده، نورتنا انا كالعاده، بشكرك يا شكرا استاذ جزيلا. انا بشكرك، والشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعه، بكره باذن الله يتجدد اللقاء ونشوفكم على خير ان شاء الله. صباح الفل.